السلام عليكم. بما ان بقى الجو برد وعايزين بقى ندخل المطبخ نعمل اكل سريع في سريع كده بقى ونجري بقى تحت البطانية. النهاردة هنعمل اكلة سريعة كده وسهلة وكلنا بنحبها كبير وصغير. هنعمل ساندوتشات بقى كفتة الحاتي كده وحواوشي بطريقة سهلة وحلوة قوي وزي المطعم بالظبط. وبعتذر لكم معلش عن تصوير الفيديو لان هو طلع فيه مشكلة يعني. تمام، اول حاجه بقى معانا هنا هنعمل كفته الحاتي. معانا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، نزلنا عليها بشويه من بهارات الكفته، نص معلقه كده او ربع معلقه من البيكنج باودر ورشه ملح، وبرده شويه من الفلفل الاسود اللي هي ربع معلقه. ومعانا هنا بصله كبيره ضربتها في الخلاط كويس جدا وبصفيها بالمصفى عشان تنزل الميه بتاعتها طبعا عشان الكفته بتاعتنا ما تفكش. واحط البصل كده على اللحمة. واخر حاجة احط بقى ايه رشة من جوز الطيب، رشة بسيطة يعني عشان ايه اللي بيقول حرام وكده، احنا بنستعمل حاجة بسيطة ما تذكرش يعني. وهقلب كل ده بقى مع بعضه. ده الملح اللي حطيته اخر حاجة. وطبعا انا مبحبش الصراحة ان انا اعملها بايدي، انا بحب احطها في الكبة تاخد ضربتين كده عشان الانسجة بتاعتها بقى تطلع كده، و اول ما تلاقي الانسجه بتاعتها الفتل اللي بتبقى فيها هوريها لكم كده، تحس ان فيها خيوط كده او فتل، اعرف ان الكفته بتاعتك حلوه جدا ومش هتقع من لما بتيجي تشيشيها او تصبعيها، مش هتقع من على الشيش ولا اي حاجه، وتبقى معاكي زي الفل المنظر ده، الخيوط دي او الحبال دي. تمام. هنبدأ بقى نصبع الكفتة بقى اللي هي العصاية بتاعت الشيش طاووق. ما عندكيش اللي هي اي معلقة خشب عندك ايديها، طبعا انا ببل ايدي هنا من مية البصل اللي احنا عصرناها من البصل. ما عندكيش معلقة برضو ايديها، المسن بتاع السكاكين، اي حاجة توفي الغرض. ده دي عصاية اللي بعملها في الطرد، دي جايبة واحدة بحب اعمل بيها الشيش طاووق لان من جوه بتبقى مجوفة كده حلوة يعني، وتستوى وبتطلع حلوة قوي قوي في الاخر. النص كيلو معنا النص كيلو لحمة مفرومة هيعمل لنا كمية حلوة قوي يعني، لما اعمل النص كيلو لحمة مفرومة ونص للكفتة ونص كيلو للحواوشي هيعمل معنا كمية كبيرة يعني، يقضي اسرة مثلا 4 أو 5 أفراد كل ده بكيلو لحمة. تمام. هنا خلاص خلصت الكفتة بقى هسيبها في التلاجة كده تتشمع براحتها وابدأ اعمل الحواوشي. هنا معانا بصل برضو كنت فرمه مع البصل بتاع الكفتة، فهنا معانا برضو بصلية كبيرة او بصلتين كده متوسطين، وهنزل عليهم بقى بقرن فلفل برضو كبير اللي هو البارد العادي الرومي، ولو عايزها سبايسي طبعا هتحطي اللي هو الفلفل السبايسي اللي هو الشطة دي. تمام. هنقطعهم كده مكعب، مش لازم يعني بصغيرة ولا لا، لان كده كده احنا هنفرم ده فرمة في الكبة. هنا حطيت برضو قرن اللي هو الشطة ده الفلفل الشطة عشان يديله برضو حرقان بسيط كده مش قوي عشان الاطفال. ومعايا هي طماطمية واحدة، في ناس ما بتستعملش الطماطم بس انا بحبها في الحواوشي، هي طماطمية واحدة مش هتعمل مية ولا حاجة ولا هتنزل مية ولا هتبوش الحواوشي. تمام. كل ده بقى يتحط في الخلاط يتفرم ويتحط على اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين. وحطيت بقى دي ما اتصورتش اللي هي بهارات حواوشي وملح وفلفل اسمر ورشة برضو من جوز الطيب وبس، ما زودتش اي حاجة، برضو بهارات خفيفة عشان نحس بطعم اللحمة واحنا بناكلها. جبت بقى عيش حواوشي من اي فرن، بتقول لي انا عايز عيش للحواوشي، بيبقى العيش بتاعه نص تسوية مش تسوية كاملة. وابدأ بقى احشي كده وافتح واحشي بقى باللحمة. انا النهاردة بقى هعمله واحط عليه بقى شوية من جبنة الموتزاريلا كده عشان يمط ويبقى طعمه حلو قوي، مش حبة خلاص، في ناس بتحطه كده كده بس يعني عادي تحطي الحشو وخلاص، ناس بقى بتزود جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، زي ما انت حابه. بس طبعا الوقت اختراعات بقى، كل حاجه دلوقتي بقت بالجبنه، فنعمل بقى احنا كمان الحواوشي بالجبنه. تمام. بحط شويه كده من الحشو وابدا بقى ايه اسوي.
معانا هنا بقى الجريل بتاعي على النار، او اي طاسه دي الطاسه بتاعه الكريب، وبحط شويه صغيرين من الزيت او السمنه او الزبده زي ما انت حابه، بس بلاش الزبده عشان ما تتحرقش منك يعني وتحرق معاكي الحواوشي. وابدا بقى اسوي الحواوشي بتاعي، ممكن بقى تسويه في الفرن، ممكن تعمليه بقى على الفحم زي ما انت حابه. انا هنا بسويه على البوتاجاز اسرع واسهل، وشايفين اللون بتاعه طالع ذهبي ومقرمش، والجبنه الموتزاريلا سايحه وريحته في منتهى الجمال، حلوة قوي. في الوقت ده انا برضو دخلت الكفتة معايا، دخلتها الفرن، هسويها برضو في الفرن. تمام، هبدأ بقى يعني هياخد 5 دقايق على الوش ده، او 5 دقايق على الوش ده، او 3 دقايق يعني، من 3 دقايق ل5 دقايق على كل وش، وتطلعيه هيبقى معاكي زي الفل ومستوي وجميل ومقرمش كده من بره، واللحمه جوسي من جوه شايفين بقى، والجبنه سايحه، حاجه كده خطيره خطيره خطيره. تمام، هبدأ بقى اطلع الكفتة بتاعتي. ده منظر الكفتة بعد ما دخلتها الفرن بقى وفي منتهى الجمال، حاجة كده جميلة جميلة. شايفين صباع الكفتة حلوة قوي، والتسوية بتاعته زي الفل. نبدأ بقى نجهز سندوتشاتنا بقى، نعمل الطحينة بتاعتنا بقى، ونقطع الطماطم والكزبرة بقى او بقدونس او جرجير زي ما انت حابة، الولادك بيحبوا ايه. وابدأي ايه، احشي بقى الساندوتش بتاعك زي ما هم حابين. عايز بقى زيادة طحينة؟ لا مش عايزة طماطم؟ لا حطي لي كزبرة؟ لا معرفش ايه، شوفي بقى اولادك حابين ايه، وهيغلبوكي طبعا، بس يلا مش مشكلة، ربنا يخليكم ليكو ويخلينا اولادنا جميعا. هنا بقى هحط الطحينة بتاعتي اللي انا عملتها ازاي. هما شوية طحينة حطيت عليهم شوية خل وعصرة ليمونة وكمون وملح وشوية مية، وقلبتهم وطلعوا معانا بالمنظر ده، الطحينة زي الفل. وحطيت بقى طماطم، الكفتة، وبذمتكم يعني انت لما بتروحي المطعم مش بيحطولكوا نفس السندوتشات كده بنفس التقديم وبتدفعي مبلغ وقدره؟ اه عملناه في البيت وما كلفناش اي حاجة. تمام كده، وطبعا مش هيحطولك كمية الكفتة دي كلها في ساندوتش يعني، خليكي كده كريمة عشان الولاد ياكلوا بألف هنا. هنا بقى عملت السندوتشات بتاعي، وحطيت برضو الالوان كده، برضو بتجذب الاطفال ان هم ياكلوا، وبتفتح نفسك انتي على الاكل. وهنا بقى عملت سندوتشات وسبت كفتة، اللي عايز ياكلها كده، اللي عايز يغمس كده الكفتة بالطحينة لوحدها. ودي الحواوشي مش كل الكمية، لا ده في كميات كمان انا عملتها وبس. وفيديو النهاردة خلص، وبألف هنا وشفا، ومع السلامة.